تستمر مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية وبتعاون مع منظمة تحالف الأديان بتأمين شحنات الأدوية للشمال السوري. فاليوم بتاريخ 29/5/2022 قمنا بتأمين شحنتين مستلزمات الطبية والأدوية النوعية الجديدة وبكميات كبيرة، فمنها 3400 قطعة بخاخ ديسموبريس للسلس البولي، 6000 علبة من حبوب الميتوتريكسات، أكثر من 30000 علبة خاصة بأمراض الجلدية والفطرية والصدفية، 15000 علبة لمرضى الشقيقة والعصبية وأدوية خاصة بضغط العين. تعتبر هاتين الشحنتين من ضمن سلسلة شحنات تقوم مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية بتأمينها للمرضى بشكل مجاني وتوزيعها من خلال مديريات الصحة في الشمال السوري والمشافي والمراكز الطبية التابعة لها.